بسم الله الرحمن الرحيم. الله ينور يا استاذ محمد، تسلم ايدك يا صاحبي. العربيه دي معجون وصنفره والقصص اللي انتوا عارفينها دي يا رجاله. يعني بص شغل بقى ايه ما شاء الله، يعني الله ينور يا صاحبي، تسلم ايدك يا ابو الفروقه. الجنب لمت معجون كله يا صاحبي، الباب والرفرف والكبوت والرفرف اللي ورا نفس الناحيه الثانيه بس ما شاء الله اداء حلو يا ابو فاروق. بس خلفه البابين دول، هم الباب ده والباب اللي هناك. الله ينور عليك. العربيه كلها معجنه كلها ومتصفره ومبطنه ومخاطط ومبطنه، كل ده كده متمعجن ومتبلط بقى والقصه دي. تسلم ايدك يا صاحبي، بس الشغل الظبط ده بياخد وقت طبعا يا محمد. يعني عربيه زي ديت مش اقل من 10 ايام لو انت شغال فيها دايركت. اسبوع ليه انت دايرك. بتمعجن وتمرق وتظبط وتفرد، ولو في رعشه تعملها وممكن نلقط حاجه ونبطلها تاني كده. كمان انت بتدي الحاجه بتاخد راحتها، مش زي الشغل التاني يعني السريع السريع. لا بتخلي الحاجه تاخد حقها في النشافات، ينشف براحته والفيلر براحته والبرايمرات تاخد براحتها. يعني اول ما بقى معجنتها بقيتها اشتغلت على كل حاجه تهدى براحتها شويه. بعد كده جيت كملت تاني يوم بطنتها وسبتها بقيتها، جيت سحقت بعد كده لقطتها مع عجينه سحقتها ومع عجينه الحاجات اللي فيها وممكن تخلص بشغل تاني في سكه يومين برضه. بس مش هيكون نفس الشغل. لا بقى لا مش نفس الجوده طبعا، هتختلف بقى الجوده هتختلف كده. انت هتتكلم بقى بجوده، انما هنا بقى شغل قالب بقى بقى تمرق والكلام ده، والقالب غالي. يعني انت شايف حتى في نقر في الكبوت اهو، يعني هو مش باين اصلا. بس ايه اللي سلامه الشغل اللي انت عامله واهتمامك تروق عليه مش هينفع، يعني ممكن يبان بعد الجو الورنيش. انت مش هتخسر حاجه، يعني كلها 5 دقايق. صلى الله نار ما شاء الله جميل. تسلم ايدك. الحاجات دي تتبطن طبعا يا صاحبي صح؟ ده يتبطن لازم. تسلم ايدك. هو اسود بس لازم تبطن احسن، يعني ايه؟ لعل وعسى نروح المدرسة. لعل وعسى صورت ده؟ تسلم ايدك. صورته جميل. هي فيها شغل من تحت برضه. الدواسة كلها من تحت. لا نور عليك. تحب تقول حاجة للناس؟ شوف ايه؟ انا بصب عليهم بس يا عم ده انا غيرت الجراب، هو التليفون والله. تقول لي حاجه الناس ولا كام؟ صباح الناس الكويسه، الناس الحلوه والمحترمه. يلا صباح الفل. يلا صباح الفل. تسلم يا رجب فاروق. نهارك زي العسل.